وزارة التموين المصرية. أول ما أقول لك وزارة التموين هيروح على طول فكرك تقول لي أيوة بقى السلع الغذائية والسكر والزيت والسمنة والمكرونة والرز مظبوط، هتقول بقى أيوة الأسعار يا جدعان. يعني مشكلتنا في البلد دي مفيش حد بيعمل شغله، يعني تحس إن مؤسسة لها دور، مثلا وزارة الزراعة دورها معروف تنظيم العملية الزراعية المصرية والمحاصيل الزراعية وتوفير الميكان الزراعية ومساعدة الفلاح المصري وإصلاح أراضي زراعية مظبوط، ده دور وزارة الزراعة يعني. إنما تابع مثلا السيد القصير وزير الزراعة بيتكلم في إيه؟ بيتكلم في الأسماك، بيتكلم مش عارف إيه، حاجة غريبة. وزير التموين النهاردة المفروض عندنا إحنا معضلة اسمها السلع الغذائية الآن والأسعار النار وتوفير السلع الغذائية في متناول الناس، بيكلمنا النهاردة ان هو هيعمل استثمار. اول ما قال استثمار قلت هوبا هوبا وزير الاستثمار، كلمة استثمار دي دلوقتي بتنغص علي انا، لان هؤلاء القوم لا يستثمرون، هؤلاء القوم يفرطون يبيعون. اول ما اقول لك الحمد لله ان احنا بنطرح شرق... بس طالما طرحت ونقصت، ها طالما فيها طرح وجمع اعرف ان انت هتغرقني هتغرقني. وسبحان الله، هي كان سياده اللواء علي مصلحي كان عنده يعني عند سوء ظني بالظبط. يعني اول ما شفت الخبر ان وزاره الزراعه بتطرح فرص استثماريه قلت ايه ده، قعدنا نقرا الخبر لقينا الموضوع مش فرص ولا استثماريه ولا حزنون، ده هي عندها اراضي، اراضي الخاصة بالوزارة في المحافظات هي الأخرى الآن بتعرضها لأي حد يجي يأجرها أو يشتريها أو يعمل لها مشروع. طب نفهم بس الأراضي إيه؟ هل منها صوامع القمح مثلا؟ هل أراضي المحالج الأقطان؟ مقولولنا بس إيه؟ إنما النهاردة قالك في 12 محافظة فيها أراضي تابعة لوزارة التموين هتطرحها للمستثمرين. تطرحها ايه بقى؟ بيع ولا اجار؟ قول لي بس، وايه طبيعه المشاريع دي؟ يعني اذا برضه هنا ان هي اصبحت بيع، واصبح توجه البيع موجود على كافه الوزارات. شوف سعادتك اهو 12 فرصه استثماريه، كلمه استثماريه دي بقت رخمه قوي. ايه بقى الاستثمار؟ قال لك بص يا سيدي، قال لك عندنا فرصه في البحيره على مساحة 26 فدان، فرصة في الأقصر على 14 فدان، في الشرقية 30 فدان في البيس، وأيضا في الشرقية هناك في العصلوجي 4 فدادين، في بني سويف في المنطقة الصناعية عندك فدانين ونص. لا فدانين ونص إيه ده، بقول لك 133 فدان، وبرضو بني سويف الجديدة 47 فدان، زي في أرض مصنع التلج 2350 متر، في السويس 3.5 فدان في منطقة الغابة الشجرية، وفي برضو على 17 فدان في المنيا 30 فدان، جنوب سيناء في طور سيناء 10 فدادين، في الوادي الجديد في الخارجة مساحة 100 فدان. تخيلوا بقى دول كلها الأراضي التابعة لوزارة التموين في 12 محافظة بتطرحها كلها للناس، يلا مستثمر اللي عايز يجي بقى الله يدير ويشتغل او ياجر. مش فاهمين حتى اللفظ المايع ده، لو معلش معلش اضاء تاني حتى الخبر فاقوله كده، اقول لك ايه ان ده من اجل ايه فرص استثماريه. ايوه ايوه ده يعني عايز بس السطر الاولاني، السطر الاولاني اللي هو كان فيه المحافظات ده كلها، هقول لك بس في اول سطر بقول لك طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة. يعني إيه؟ يعني إيه إنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة؟ أفهم. آدي الأراضي المصرية الآن، خلي بال سعادتك دي مقدمة، هتلاقي نفس القصة وزارة الزراعة عاملة نفس الموضوع. هتقوم جاي اراضيها اللي هي خاضعه للوزاره تقوم جايه برضه بايعها. وزاره النقل السكه الحديد 10,000 كيلومتر رايحين بطول مصر وعرضها على ضفتيها
اراضي كتير جدا، وعلى فكره في المحطات برضو تبع وزاره النقل هيبيع. اذا كل الوزارات النهارده هتبيع، هتبيع لمين؟ مستثمر محلي او خارجي. ثم الاراضي دي اراضي الدوله برضو، اراضي المواطنين. انما تقريبا النهارده الخبر ده اداني انطباع كده ان الوزارات الاخرى الان هتبيع كلها اي واحد تحت ايده اي ممتلكات اي حته ارض، اصبح البيع علينا حق. البيع علينا حق، والبيع هو سيد المرحلة وهو أساس المرحلة دلوقتي يا جماعة. والمشكلة إن أنت مش بتطلع كواليس مثلا تيجي تقول إيه ده مصر بتبيع يا جماعة، خلوا بالكم مصر بتتخلى عن أصولها. لا، ده احنا بقينا مفضوحين دوليا ومحليا وكل حاجة. الوكالات كلها بتقول لك اه مصر بتبيع أصولها، الجرايد المصرية والمواقع المصرية هي اللي بتكتب كلام كمان بصيغة بيع أصول. فهم ايه عايزين يحفظونا المصطلح مثلا؟ عايزين يوصلوا للمواطن المصري لما يسمع عن بيع الاصول ما يستغربش ان ده بقى شيء عادي. خلي بالك، ما ده برضه سياسه اعلاميه وسياسه بيتبعها النظام من خلال اعلام والصحافه بتاعته، ان هو يبدا يوصل لك ان الامور عادي يعني. فتيجي تسمع انت بيع الاصول دي مش هتتخض بقى زي زمان، عادي بيع اصول عادي، ما احنا بنبيع اصولنا عشان ندخل عمله، وتلاقي نفسك داخل في قصه بتخليك تتخلى عن مبادئ انت اتربيت عليها. يا جماعه احنا لا، اتربينا ان احنا ما نبيعش اصولنا كبلد. فيقول لك لا عادي، ما هو الاخبار بتقول كذا وكذا وكذا، وبعدين ده بيقول لك بيبيعوا الحاجات دي عشان هتدخل لنا عمله صعبه وهتحل ازمتنا الاقتصاديه، والاستقرار الاقتصادي هيبدا يبقى موجود، والدنيا هتتحل والدنيا هتتظبط. طيب الناس الغلابه اللي داخله مثلا على مرحله الصيف دلوقتي والحر وموجه الحر الشديد، في ناس كتير يا جماعه واحنا عارفين يعني مش هيقدروا طبعا ان هم يجيبوا تكييفات ولا يجيبوا مكيفات، واللي حتى يقدر يجيب تكييف في بيته محتاج ان هو يحط مروحه ولا اتنين في اوضه عند الولاد، ولا مروحه هنا، ولا الدنيا تمشي عشان الدنيا يعني الدنيا حر يعني. تعال نبص كده على اسعار المراوح من مواقع الشركات نفسها. النهارده رئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه بيقول لك 30% زياده في اسعار المراوح هذا العام. دخلوا على موقع العربي، شركه العربي توشيبا العربي اللي هي الموقع الالكتروني، لقوا ان القصه اسعار المراوح بتتراوح بين 796 جنيه و 1830 جنيه. يعني متوسط سعر المراوح اللي هي العاديه اللي انت شايفها جنبي دي اهو زي ما انت شايف كده 2355 جنيه مثلا اهو. طب الستاند اللي هي هتتعلق على الحيطه وبتاع والكلام ده كله من 1780 ل 2960. حسب بقى الماركة، انت هتجيب بقى توشيبا العربي، هتجيب تورنيدو، هتجيب ماركة صينية ملهاش مثلا صيانة تشغلها شوية وتلاقي ريحة الشياط طلعت. طيب هي القصة ليه؟ ايه اللي دخلني انا وحضراتكم دلوقتي في اسعار المراوح؟ احنا مش فاتحين محل اجهزة كهربائية، لكن انا عايز اقولك ان كل حاجة موسمية انت هتحتاجها هتلاقي سعرها غالي. انت دلوقتي المروحه مش ما بقتش في الوقت اللي احنا فيه ده رفاهيه يا جماعه. انت زمان كنت بتنزل الدنيا كانت حلوه وبتاع والكلام ده كله، وتنزل تتمشى شويه في الطراوه، ما بقاش في طراوه، وبقى في غبار واتربه ودرجه حراره عاليه والدنيا بقت بايظه. فعلى الاقل يعني لما تحط مروحه في بيتك ده مش رفاهيه يعني، تعتبر دلوقتي من الاساسيات. عشان كده بنرجع للاصل المشكله اللي هو ايه؟ هو ليه اسعار المراوح بيغلى؟ لان الموضوع تكلفه الانتاج على المصنعين واصحاب المصانع، اصحاب المصانع اصبحت عاليه جدا، عشان الماده الخام اللي هتيجي، عشان القطع اللي هيتم تجميعها في المصانع داخل جمهوريه مصر العربيه بيتم استيراد اجزاء كتيره منها، ما بينفعش ان هي تكون مصنعه داخل مصر. فبالتالي ارتفاع قطع الغيار وارتفاع الاسعار وارتفاع بعض المواد الخام هو اللي بيجبر اصحاب المصانع والمصنعين ان هم يرفعوا السعر. عشان كده التاجر لما بياخد بسعر عالي بينزل السوق بسعر اعلى، حضرتك تروح تشتري بتلاقي اسعار نار زي ما احنا شايفين ومتابعين. طيب الخبر بقى اللي جاي ده عايز يا جماعه معلش احمد ايه يعني تستقبله مني، ان انا عناية ليك. الله تسلم عيونك، اتفضل. واتمنى برضه صدر المشاهدين يستحملوا مني. ماشي، انا لو استحملته اكيد هم يستحملوه. والله اصل الواضح مش كلنا مش هنستحمل، لان الحقيقه انا نفسي لما من ساعه ما قريت الخبر وانا مش قادر افك الخط فيه، يعني حاجه كده عايز زي محو اميه. ايوه
مش احنا عندنا في مصر دلوقتي حضرتك ازمه لحوم بيضاء وحمراء، يعني ازمه دواجن. صح، الفراخ دلوقتي وصلت والبانيه ب 250 صح زي ما قعدنا نقول، والبانيه أيوة. والفراخ والصح مظبوط. وعندنا ازمه لحوم اللحمه وصلت 500 جنيه. 500 جنيه هو دلوقتي لما انت تسمع خبر ان مصر بتستورد لحوم من الخارج ده طبيعي، لان احنا كلنا بنجيب ايه البرازيل تقريبا 11 دوله او اكتر 12 دوله بنستورد منهم لحوم عشان نسد الفجوه داخل مصر، وبتبقى اللحوم مجمده وبتيجي وباسعارها متهاوده شويه فالناس بتروح تشتريه. تمام، عشان عندنا ازمه. اذا ده كله لوجيك منطقي صح؟ ماشي، منطقي عقلاني. لو سمعت النهارده ان مصر بتصدر لحمه وعجول الى بعض الدول العربيه، ده منين وازاي؟ اهو ده بقى شفت بقى يعني ازاي يبقى عندي ازمه قلت لك استحملني، قلت لك استحملني، قلت مش عارف شفت منين بقى وازاي؟ اهو اهو حاسبتني على طول، حاكمتني على طول. ده يا اخوانا اقسم بربي انا عمال اقرا الخبر وافصله من ساعه ما قريته، لولا ان الخبر جاي، الخبر ده حضرتك جاي من راجل رئيس شعبه الجزارين في مصر، لولا السيد هيثم عبد الباسط المسؤول عن الجزارين بالغرفه التجاريه المصريه هو اللي قال الخبر ما كنت صدقته. رئيس شعبه الجزارين في الغرفه التجاريه المصريه طالع يتوجه بنداء الى الساده المسؤولين في جمهوريه مصر العربيه، من فضلكم ما ينفعش يكون بنستورد لحمه ونصدر لحمه. الراجل بيقول يا جماعه في الخبر في تصريحات ان هو فوجئ ان دلوقتي المجزر بتاع البساتين شغال بقاله فترة كده بيصدر لحمة إلى بعض الدول العربية، وإحنا أصلا بنستورد لحمة وأسعار اللحمة غالية دلوقتي. أقول لكم الراجل قال إيه بالظبط. قال يا جماعة إن الدولة بتقوم بتصدير اللحوم من مجزر البساتين إلى الدول العربية، ما قالش مين الدول دي، بس قال جملة مهمة قوي، قال بسبب المشاكل في مضيق باب المندب. هي مين الدول العربية اللي أديرت من باب المندب في البحر الأحمر بعد ما حصل موضوع الآن الحوثيين؟ هقول لك حاجة، الدول المطلة على البحر الأحمر معروفة، الأشقاء في السعودية تحتهم اليمن، فوق الأردن الجهة دي، الجهة التانية فوق مصر السودان جيبوتي إريتريا الصومال. اللي نعرفه سعادتك إن أنت بتاخد لحمة بتستورد من الصومال وجيبوتي لحمة، والمملكة في العربية السعودية أشقائنا كتر خيرهم مشكورين بيبعتوا لنا لحمة مجانا من اللحوم الموجودة من عيد الأضحى، يعني هم اللي بيدونا لحمة كده. السعودية بره، اليمن بره، السودان بره، والصومال وجيبوتي أصلا بيصدروا، يبقى الأردن. هل نصدر إلى الأردن حضرتك لحمة؟ ومين بالظبط البلد اللي أديرت من باب المندب والبحر الأحمر؟ من الكيان اللي أدير مما يحدث في البحر الأحمر؟ أنا طبعا أتشكك تماما أن يكون هذه اللحوم بتذهب إلى دولة عربية، زي ما قلت لك هم الدول العربية معروفة، هتبعت لمين؟ السعودية مستحيل، الأردن مستحيل برضه، أنا بقولك مستحيل الأردن هتبعت لها لحمة، ما تقوليش بقى الصومال ولا جيبوتي ولا إريتريا ولا السودان. ده احنا بيجي لنا اصلا لحمه بيجي لنا بالظبط من الصومال والجيبوتي واللي بيجي لنا بيصدروا اصلا لحوم. صح. السؤال مين سعادتك لحمتنا لحوم المصريين اللي بتطلع من مجزر البساتين بتصدر الى اي دوله؟ وهل هي دوله عربيه ام كيان اسرائيلي تاثر بالبحر الاحمر؟ وازاي دوله الان بتستورد اللحوم من كل الدنيا تقوم في اللحظه دي بتصدير اللحوم و تمنعها وتحرم المصريين منها؟ انا مش فاهم حاجه، فهمونا لو كنتوا تفهموا حاجه. اهو سع حضراتكم هذا البيان وهذا التصريح وهذه الاستغاثه وهذه المناشده تقدم بها السيد هيثم عبد الباسط رئيس شعبه الجزارين بالغرفه التجاريه الى الساده المسؤولين في جمهوريه مصر العربيه، ما ينفعش نكون بنستورد لحمه ونصدرها لبعض الدول العربيه هم سماهاش وانا بقى اللي بسميها. مين قال كده؟ الراجل بيقول لك يا جماعه بناخد كمان، ده بيقول في لحوم بنصدر يتم تصدير لحوم عجول واغنام من مجزر البساتين بسبب مشاكل في باب المندب. لما بنصدر من انتاجنا المحلي بيؤدي الى ارتفاع الاسعار في الداخل.
كلام موزون. انت سعادتك فعلا عندك النهارده بطبيعه الحال ما عندكش اكتفاء ذاتي من اللحوم. لما سعادتك تصدر من اللحوم المحليه انت بتقلل المعروض فتزود الاسعار على المصريين. مين بقى سعادته اللي خد القرار ده؟ ان هو يخلي اسعار اللحوم الان في مصر في هذا الارتفاع ويصدر اللحم بره. وما زلت مصر. لابد كان السيد المحترم رئيس شعبه القصابين يقول لنا هي بتصدر لاي دوله بالظبط. لان ما فيش دوله عربيه مطله للبحر الاحمر مداره الان في باب المندب الا الكيان الصهيوني وليس دوله عربيه. ولكنه دوله احتلال صهيونيه. قولوا لنا بس يا جماعه اللحمه بتروح فين؟ بتروح فين؟ وسمي الدوله، قول للدوله ايه؟ لاننا الحقيقه استبعد تماما تكون اشقائنا في السعوديه او الاردن او السودان بياخدوا لحمه. السودان بيصدر لحمه لينا بالمناسبه، حتى الحر احنا بنستورد لحومنا من السودان، جيبوتي، الصومال، اريتريا، كل الدول دي بناخد منها لحمه. اشقائنا في السعوديه بيصدروا لنا لحمه. يعني بيجيبوا لنا لحمه والناس بيبعتوا لنا حتى مجانا بعد عيد الاضحى. خبر مريب وعجيب ومدهش، وكل ده على لسان السيد المحترم رئيس شعبه القصابين في الغرفه التجاريه. طيب انا بص يا دكتور عطوان، احنا يمكن كنا بنتكلم شويه وانت لمست مع الكلام اللي انا كنت بقوله من كام يوم، اللي هو كنا بنتكلم في قصه الغاز وقلنا يا جماعه هو احنا ازاي بنصدر ونستورد في موضوع الغاز. يا جماعه البلد اللي هي تستطيع ان تقوم بتصدير منتج ايا كان هذا المنتج لابد ان هي يكون عندها اكتفاء ذاتي من هذا المنتج. فطبيعي جدا انا خلاص كفيت شعبي، كفيت ناسي، كفيت اهلي، فبالتالي بصدر اللي هو الفائض عن الاحتياج. طب انت النهارده عندك اصلا ازمه في اللحم، بتصدر ازاي؟ يعني انت عندك ازمه واسعار مرتفعه. هو الاسعار بترتفع ليه يا دكتور عطوان؟ يعني لو في منتج سعره مرتفع ايه اسباب؟ قول لي واحده من اسباب ارتفاع الاسعار مثلا ايه؟ ما انا قلت من شويه قلت لك قله المعروض. الله ينور عليك. والركود الموجود. والمعروض بيبقى قليل ليه؟ لان انت ما عندكش، ما انت تصنيع وما عندكش او زراعه وما عندكش انتاج محلي يكفي. تمام. بتستورد من الخارج. حلو جدا. فانت النهارده ازاي ما يكونش عندك حاجات تؤهلك انك اصلا يبقى عندك اكتفاء ذاتي لاهلك وناسك، ثم بعد ذلك تقوم برفع الاسعار فنقول لك طبيعي يا جماعه عشان بس معلش وهنقضيها مع بعض وبتاع والمعروض قليل. فتفاجئ بيك انك بتقول لي لا ده انا بصدر لدول عربيه. ده احنا السعوديه، ده احنا داخلين على موسم السعوديه تبعت لنا اضاحي قد كده. ما انا قلت لك يا احمد مين هم الدول المطله على البحر الاحمر؟ قلت لك دوله دوله واستبعدت اي دوله منهم تاخد لحوم من مصر. الا اذا كان الطريق البري شغال بقى ده موضوع تاني. الله ينور عليك. الطريق البري شغال ساعتك، الامارات، السعوديه، الاردن، كان كيان المحتل ده موضوع تاني حضرتك. زي ما اتكلمنا كده في القصه وقلنا يا جماعه لما اليمن والحوثي تحديدا عملت منع لاي امدادات لهذا العدو المجرم الصهيوني عشان الحرب الاسرائيليه على غزه، فبدا دلوقتي خلاص طيب حط بقى علم مصر، حط علم الاردن، حط اي علم والعمليه تعدي، وده عربي مصري رايح في اي حته لدوله عربيه فخلاص تعدي الازمه. لا يا جماعه بلاش ضحك بقى، انتوا هتضحكوا على مين؟ هتضحكوا على مين؟ وبتعملوا كده ليه اصلا؟ النهارده انت عندك جوه مصر اهو الكيلو ب 400 جنيه في سوهاج اهو يا جماعه، الكيلو ب 400 جنيه حامله لمقاطعه اللحوم في سوهاج قبل عيد الاضحى المبارك. يا جماعه ده احنا كنا عايشين من فترة قريبة جدا ممر الشهر ونص وكنا بنقول ايه؟ تقسيط يميش رمضان، تقسيط حاجات رمضان، وبعد كده تقسيط كحك العيد، وبعد كده تقسيط لبس العيد. والله العظيم انا يوميها قعدت ضحكت معاكم وقلت لكم ايه؟ مش بعيد بقى يا جماعة ان احنا نلاقي تقسيط لحمة عيد الاضحى، واحنا داخلين على عيد الاضحى، وادي عيد الاضحى قرب واحنا بنتكلم في اللحمة اللي فيها ازمة وما نعرفش هيطلع قرار. هو بيطلع قرار ليلتها بالليل يقول لك ايه؟ اتفقنا مع شركات وبنوك ان هم يبداوا يقسطوا لبس العيد وقسطوا كحك العيد، فبالتالي بقى هنقسط لحمه عيد الاضحى. ويبقى السؤال اللي انا سالته وانا بقول الكلام اللي هو بيضحك ويبكي في نفس الوقت ده. طب هل يجوز للي اخذ قسط للعيد ولبس العيد وكحك العيد ينفع ياخد كمان وكمان قسط للحمه العيد بتاعت الاضحى؟
ولا اللي خد مره ما ياخدش مرتين واللي خد مرتين ما ياخدش ثلاثه؟ ولا هتحلوها لنا ازاي؟ ولا انتوا عشان رافعين شعار السلف والاقتراض هتعلموا الشعب هو كمان يمد ايده ويستلف عشان يلبس عياله وياكلهم كحك ويرجع ياكلهم لحمه في عيد الاضحى؟ ولا هنشوف الحاج فلان رايح اللي هو يلا يا باشا انزل يا ابو ابراهيم خد اللحمه بتاعتك، وانزل يا ابو محمد خد ما انت مش لاقي تاكل. قصه بقى كده صعبه قوي يا جماعه. ليه ده بيحصل في جمهوريه مصر العربيه في 2024؟ ليه؟ احنا عايزين يا جماعه الامور تستقر، لكن انت النهارده اهو في سوهاج قال لك ايه؟ قال لك خلاص يا جماعه احنا هنقطع اللحمه وهنعمل مقاطعه عشان ايه؟ خلاص ما احناش لاقيين لحمه. تعالوا نسمع ونشوف مع بعض. وصلت في محافظة سوهاج 400 جنيه سعر الكيلو اللحمة، وصل 400 جنيه، وده خلى المواطنين هنا في محافظة سوهاج يعلنوا عن بدء حملة لمقاطعة شراء اللحوم الحمراء، وبدأ بالفعل تنفيذ الفكرة في عدد كبير من المراكز على مستوى المحافظة، بدءا من مركز طمة شمالا وعدد كبير من القرى في مركز طهطا ومركز المراغة، على أن يتم تعميم هذه الحملة، حملة مقاطعة شراء اللحوم، بدءا من أول مايو المقبل، على أن يتم تعميم هذه الفكرة على مختلف المراكز والقرى بدءا من شهر مايو على مستوى المحافظة. لكن بدأت بالفعل اليوم أولى بوادر هذه الحملة في مركز ضمة وطهطة وعدد من قرى مركز المراغة، بعد وصول سعر كيلو اللحوم الحمراء 400 جنيه، وده أعلى سعر وصل ليه.